تسهيل على الله. كان في واحد يا حاج خليل كان كاتب تعليق ودعوات، كان كاتب تعليق لما يقول المسلسل اللي انتوا عاملينه ده وبتاع ومش عارف ايه، تقريبا تاجر تجزئه كده ومش عاجبه السعر اللي انت بتبيع بيه. قلت له تعالى اشتري بنفس السعر، خد العربيه كلها بنفس السعر اللي معروض في الفيديو. بركات. تحب تقول له يا حاج خليل؟ من هو؟ متابع، من احد متابعينا. منين طيب؟ لا ما اعرفش والله، متابعين كتير. تعرف اسمه ايه؟ لا ما خدش بالي، الاسم مكتوب كده حتى مش ظاهر قوي يعني. انا قلت له حتى طلعت له فيديو وقلت له تعالى اشتري بنفس السعر اللي احنا بنبيع بيه، قلت له تعالى خد الكريته كلها. يقول له تعالى اشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد مع الحاج خليل هيقول لنا على اسعار الخضار جمله وتجزئه. ما تنسوش تعمل لايك للفيديو، لو في متابع جديد اول مره شوفنا ما ينساش يشترك في القناه بالضغط على كلمه الاشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ازاي حضرتك حاج خليل؟ الله يبارك فيك، وحشتنا ايامك والله. الحمد لله. بكام الطماطم النهارده حاج خليل؟ الحمد لله. ها طماطم النهارده ب 55 و60. 55 و60، ده حاجه حلوه ما شاء الله. ده تفاحه يا رب تدوم على كده. كم كيلو العداد يا حاج خليل؟ 25 جنيه 26. 25 26 كيلو. اقل حاجه فيها بكام؟ اقل حاجه فيها ايه يا حاج خليل؟ يعني هي ده انضف حاجه. انضف حاجه. طيب اقل زرع قصدي انا. اقل زرع 40 45. ما فيش 30؟ لا ما فيش 30. 30 ده بتاع الوزه. طيب بتاع الوزه. طيب الكيلو بكام تبيعه في القطاعه؟ قطاعه 3 ب 10. 3 كيلو ب 10 من النظيف ده. اللي معاك بتنجيل تقريبا. بتنجيل ده؟ يا الله. ده بكام يا حاج خليل؟ ايوه قال والله. ده 2 ب 5. ال 2 كيلو ب 5. ده تجزئه؟ الشكاره 30 كيلو. نبيع 2 ب 5، نبيع 3 ب 10. طب انت جايب الشكاره بكام؟ 45 جنيه. 30 كيلو ب 45؟ يعني الكيلو مش واقع بجنيه وربع ولا جنيه ونص صح؟ طب كويس، انت معاك بطاطس صح؟ بطاطس اهي ب 4 جنيه وربع. بكام؟ 4 وربع. من مكانها؟ يا راجل. ليه كده؟ انا والله قلت في فيديو قبل كده، قلت البطاطس هترفع والناس برضو ايه، الناس ما صدقتش برضو. يا حاج خليل وريني كده البطاطس ايه نوعها ايه؟ دي كارة مدقة حمراء. ها؟ كارة مدقة حمراء. انا عايزين نشوفها بس عشان فين دي. هي ليه عاد مزرعة يا حاج خليل؟ ايه ده؟ ده الحساب ده؟ تلاتة ايه 73 دي؟ ده وزن 73 كيلو؟ الشكارة دي فيها 73 كيلو؟ بكام؟ 425. 4 جنيه 25 قرش الكيلو. ايوه. تبيع بكام انت يا حاج خليل؟ بيع كيلو ونص ب 10. بس دي جبله دي. مش ارض سمرا صح؟ الفلفل بكام النهارده يا حاج خليل؟ الفلفل ب 5 جنيه زي ما هو. ها؟ زي ما هو. الفلفل ب 5؟ الباميه. الباميه النهارده ب 25 ب 20 جنيه من بكانه بيبيعوها هنا ب 25 جنيه. الكوسه رافعه تقريبا يا حاج خليل. لا الكوسه ما فيش كوسه. لا عاد موجوده في سوق العبور الكيلو من 3 ل 6 جنيه. ما اعرفش. ما فيش هنا ولا ايه؟ لا انا ما فيش هنا عشان مش موجوده. الفاصوليا؟ ما فيش فاصوليا. يلا. امال ايه اللي موجوده؟ لوبيا وباميه. بكام اللوبيا؟ اللوبيا تقريبا 15. 15 الكيلو. الخيار يا حاج خليل؟ الخيار ما رضيتش اجيبه من مكان النهارده 3 جنيه ونص. الخيار غالي. رافع شويه. الرفيع ب 4 جنيه. الرفيع ب 4 و 4 ونص في الجمله. طب البلدي الصواب؟ ما فيش صواب. ها؟ ما فيش صواب. يبقى ما فيش عندنا هنا بس موجود في سوق العبور يا حاج خليل. ما فيش صواب نهائي، الحر ده ما فيش صواب. لا والله. كل اللي موجود بلدي. كل اللي موجود بلدي. طيب ايه تاني؟ طب قول لنا، كلمنا على الخضار يا حاج خليل كده. هذا اللي اعرفه بقول لك عليه، انما غير كده ثاني. الملوخيه الخضراء طيب. ها؟ الملوخيه الخضراء. الملوخيه ده الرابطه بجنيه. الرابطه بجنيه. الليمون الكيلو بكام يا حاج خليل؟ الليمون ده بالحبايه يعني. ها؟ بالحبايه. يعني ما بيبيعش بالكيلو هنا ولا؟ الكام بكام طيب زي ما بيقولوا؟ والله ما اعرف، ال 100 120 ب 20 جنيه. ال 100 يعني ال 120 ليمونه بكام؟ ب 20؟ طب دي بيبقى يعني فايره كبيره ولا صغيره؟ ليمونه كبيره. ده طب في طماطم خضراء يا حاج خليل. بس في طماطم حلوين والله يا حاج خليل. الله يبارك لاصحابهم، ربنا يحسن سوقهم. لا والله حلوين، ربنا يسهلك يا حاج خليل. واحنا عايزين. شكرا لك يا حاج خليل، عطلناك معلش.